استكمالا للسين وجيم عن منتجات زبتر. معانا الاول مدام نيفين العنالي، اهلا بيكي. اهلا يا مدام. الاندكشن حبيبي جميل. عايزين نعرف عملاء كتير بتقول لي يعني زراير الاندكشن ازاي تظبط كذا وازاي تظبط كذا، فياريت نشرح كل زرار استخدامه. طيب. اوكي بيكون ازاي؟ طيب قبل ما اشرح كل زرار اسمحي لي الاول اشرح يعني ايه اندكشن. اوكي وبعد كده نخش في الزراير. طيب يعني ايه اندكشن؟ هو بالعربي بيسموه طباخ حسي بالسه. وايه حسي دي معناها ايه؟ هو معناها حاجات يعني في كويلز جوه، اول ما بحط الفيشه في الكهرباء يبدا الملفات اللي جوه تاخد كهرباء تروح مطلعه اي ام اف او موجات كهرومغناطيسيه. خلاص لما بحط الانيه بتاعتي، طبعا الاواني اللي بتتحط على الاندكشن لازم تكون اواني معده للاندكشن، بيبقى مكتوب طبعا اواني زبتر معده على الاندكشن. بيكون مكتوب ايه بقى؟ بيكون مكتوب على الاواني انها قابله للطباخ الحسي. اوكي خلاص. يعني ما ينفعش احط المنيوم، ما ينفعش احط ازاز، ما ينفعش. تمام. بعض الحلل المصنوعه من الجرانيت واواني زبتر، حتى الاواني الستينلس، يعني احنا ستينلس مش اي انيه ستينلس تقعد على الاندكشن. لازم قاعده معينه تكون تقبل للتوليد الموجات الكهرومغناطيسيه، لان الموجات الكهرومغناطيسيه اللي طالعه من الاندكشن بتخش في قاعده الانيه تعمل حاجه اسمها ايدي كارنت. الايدي كارنت ده هو المسؤول عن تسخين الانيه. يبقى هنا مين اللي بيسخن؟ الانيه وليس الاندكشن. طيب اللي بيسخن في الاندكشن هو الجزء الملامس للانيه. حضرتك لو جايبه انيه ساخنه حطها حتى على رخامه، اول ما حضرتك بتشيل الانيه بتلاقي رخامه مالها سخنه. يبقى هنا الاندكشن ايه وظيفته؟ انه يولد موجات كهرومغناطيسيه مع قاعده الحله، يولد حاجه اسمها ايدي كارنت. الايدي كارنت ده هو اللي بيسخن. يبقى التسخين كله جاي نتيجه من تلامس الحله للسطح بتاعتها. المعلومه دي بتخلي التحكم في حراره الحاجه بتاعتي او الانيه بتاعتي سهل، يعني سهل بسرعه اطلعها وبسرعه انزلها، سهله جدا بالنسبه لي. تمام. دي ميزه موجوده في الاندكشن. بس طيب بيشتغل ازاي زي ما حضرتك قلتي؟ اول زرار ده عادي معروف لكل الناس، ده زرار الباور بالورقه. بالورقه. حاضر. يمكن تبقى اوضح. حاضر. اول زرار معروف عادي ده زرار الباور، دي اللي بفتح واطفي منه. خلاص ده قوم بفتح وبقفل. طيب هو برضو بيدي لحضرتك اختيار، انت عايزه تشغلي طاقه ولا تشغلي حراره. يعني انا ما ينفعش اشتغل على زرارين، انا عندي هنا زرار اسمه طاقة معمول زي شبكة كده، والزرار التاني طالع منه زي علامة الحرارة اللهب او اللهب، ده بنسميه حرارة temperature درجة حرارة. فهو درجة حرارة، فهو يعني بيسيب لك مطلق الحرية ان حضرتك تشغلي عايزة طاقة ولا عايزة حرارة. تمام. اختارها بناء على ايه؟ هقول لحضرتك، هنشرح واقول لحضرتك. يبقى انا عندي زرار بتحكم فيه طاقه وزرار حراره، وعندي كمان تايمر. تمام. اللي هو انا لو انا عارفه ان الاكله بتاعتي انا هديها ربع ساعه، هديها 10 دقائق، اقدر اثبت ربع ساعه على 10 دقائق، الساعتين الماكسيمم تايمر بتاعي ماشي، واديله الاوردر بتاعي وامشي واسيبه. بالظبط. هو هيخلص ويفصل. طبعا دي من المميزات الجباره. اكيد طبعا. خلاص. بعد كده عندي لوك. عندي طفل صغير، بدوس زرار اللوك بتاعي يقوم الطفل بتاعي عشان ما يغيرش درجه حراره او تايمر، ما يقدرش يلعب فيه. خلاص. طيب اخر حاجه بيبقى علامه كده زي اكسكليميشن مارك، دي بيجي عليها اسئله كتير قوي. لا هي دي مجرد بتقول لك هي جايدنس ان اللوح سخن، ان الاندكشن لسه سخن. اوكي. بس مش اكتر من كده. تمام. يبقى وظيفتها انها بتقول لي بس ان الطباخ الحسي ساخن، اللوحه بتاعت التسخين يعني. طيب احنا اتفقنا ان هو مصنوع من ملفات، الملفات اللي لما بتوصل كهرباء بتبدا تشتغل تولد موجات كهرومغناطيسيه. طب اصلا البليت ده مصنوع من ايه؟ دي مصنوع من سيراميك. تمام. عشان بيتحمل الحراره العاليه، يبقى ايا كان درجه حراره الانيه اللي فوق هو متحملها ويعني مش هيشق منها. تمام. طب هل يتكسر؟ طبعا لو رزعته هيتكسر عادي جدا،
ده برضو في الاخر حاجه كهرباء، يعني حاجه بتخش فيها كهرباء. ما ينفعش ادلق ميه، ما فيش احطه تحت الحوض، ما ينفعش لو وقع ده كهرباء. اه بالظبط. ما ينفعش مثلا اجيب بتاعه مبلوله ميه اقول هنضفه، لا خالص، يعني بتعامل معاه لانه حاجه بتاعه كهرباء، ما فيش اي مشكله، بمسحه عادي بفوطه مبلوله شويه، مش محتاج اكتر من كده، يعني حاجه منديه بعد ما يبرد. وبعد ما يبرد طبعا، هو حتى لما بنشيل الفيشه او بنعمل اوف، هو حضرتك حتى بتلاقي لسه في صوت، المروحه اللي جوه بتبرد. اه فبسيبه خالص، ما بجيش جنبه لحد ما الحراره تهدى كده، لو عايزه امسحه همسحه. تمام. طبعا وانا بطبخ اكيد مش هحط مثلا جنبه هنا حاجات سكاكين وبتاع ومعلقه وشوكه، لا هو بس الانيه اللي عليه، هو ليه هنا علامه كده، ده الدايمتر بتاعه، او هنا بحط الانيه بتاعتي، بحاول احطها هنا اهو. طبعا هو لحد مقاس 28 شغال، يعني اقدر اشغل عليه عروس الاواني، اقدر اشغل عليه والشواية الاوفال، اقدر اشغل عليه البيضاوي، البيضاوي اقدر اشغلها عليه برضه. الموديل الثاني القديم لو حضرتك تفتكري اللي كان فيه هنا جزء فضي، ده اللي ما بقدرش اشغل عليه ولا عروس اواني ولا شواية اوفال، لانه ده الماكسيمم دايامتر بتاعه اللي هو القديم، يعني الفيرجن القديم كان 26، فكنا بنشغل عليه الشواية القديمه بقى 26. لكن ده عشان ما عنديش الفريم المعدن، فبالتالي اقدر اشتغل 28 عادي جدا، مفيش اي مشكله. اوكي تمام. طيب نبدا للزراير زي ما حضرتك طلبتي. طيب ده اتفقنا ان ده زرار طاقه، وانا عندي 8 مستويات للطاقه، والزرار اللي بعده حراره، وانا عندي 8 مستويات للحراره. وبعد كده التايمر اللي هنظبطه، بنظبط سواء كان هظبط دقايق او هظبط ساعات، هقدر اظبطه. وعندي هنا اللوك بتاعي واللوح ساخن. طيب زي ما مدام سحر سالك امتى اشتغل طاقه وامتى اشتغل حراره، هو اسهل حاجه للناس تشتغل حراره. امتى بروح للطاقه؟ لو الفيشه بتاعتي ضعيفه، اللي هي في الحيطه البريزه دي ضعيفه، يعني مش وصل لها اسلاك قويه، فلو انا اشتغلت حراره هو بيفصل، ففي الحاله دي انا بضطر اروح طاقه. هو انا مبدئيا ما بقاش عارفه الاسلاك اللي في الكهرباء دي، وانا اقول لحضرتك انت هتوصلي. اه اوكي. لقيتي الاندكشن بتاعك بيفصل على طول، لا معنى كده انه هو مش مستحمل، يعني الفيشه بتاعتك ضعيفه، يا تغيري المكان البريزه الموجوده، يعني تشيليه تحطيه في المطبخ في حته تانية، تمام، يا حضرتك تنقلي على موضوع الطاقه. في الطاقه مش هيفصل. ليه؟ لانه اساسا انا حتى لما هشغل، لو انا نفترض ان انا هغلي ميه، حسلي انا بعمل ايه؟ بحط الانيه بحط فيها ميه وبشغلها على اقصى حاجه، هو اول ما بعمل اون وبروح لمستويات الطاقه بينور 1300، تمام، وانا بقى ينزل يطلع. طيب انا عايزه اخلص، عايزه اغلي الميه، فانا بروح للعالي 2000 واط مثلا علشان اغلي الميه بسرعه. هنا استخدمت ايه؟ واط، تمام، بيغلي لك الميه بسرعه قوي. خلاص انا الميه غليت. طبعا حضرتك عارفه ان احنا الاواني بتاعتنا بنشتغل على اقل حاجه، فعشان ما المستعمل يعني ما يزهقش، فاسهل له انه ينقل الحراره ويكبر دماغه، تمام، هو هينقل، لان الطاقه بترتبط بقطر القاعده، يعني، فانا عشان اسهل عليه يعني لما يكون حله كبيره انيه صغيره، لا هو على طول بيشتغل على الحراره عشان يسهل على نفسه. الحاله الوحيده اللي مش بيعرف يشتغل على الحراره زي ما اتفقنا، لو البريزه اللي عنده ضعيفه. احنا في بيوتنا بيبقى اللود او الاحمال متوزعه حسب ما الديزاين معمول، يعني حضرتك تلاقي الزرار بتاع التكييف غير الزرار بتاع الثلاجه. اكيد طبعا. تمام. فلو صادف ان البريزه المتاحه ليكي ضعيفه، انت في الحاله دي بتروحي على الطاقه. الطاقه عايزه اسرع عمليه، لو انا مستعجله هشتغل على الطاقه على طول. بالظبط، عايزه اسرع مثلا غليان، عايزه اسخن الشوايه بسرعه، بروح على الطاقه. تمام. لكن في التحمير، التحمير حساس، لا التحمير روحي على طول على الحراره. التحمير على طول روحي حراره عشان في زيت، وانا مش عايزه اغلي الزيت، فاملني استعمل على الحراره. احنا اتفقنا ان انا لما بدوس على زر الطاقه بيروح عند ال 1300، بعد كده انا بطلع او بنزل زي ما انا عايزه. انا عندي 8 مستويات. درجة حرارات الاندكشن بتتراوح من 240 لحد 60 درجة مئوية. 60 دي هي درجة الحفاظ على حرارة الطعام. تمام. لو انا هروح بعد كده عايزة اعلي تفضل سخنة، ولا ممكن اكمل عليها بقية السوى؟ يعني لا. مثلا يعني استوت، وانا يعني مش استوت تلات ارباع سوى وانا هكمل الربع. هو كده كده هي القاعدة مخزنة حرارة، ما هي لو هي فعلا داخلة في السوى
ما هي لو داخله في السوا فهي هتحافظ على الحراره الموجوده جواها فهتستوي. لكن انا ما اقدرش اطفي عليها نص طافيه مثلا ولسه نيه واقول لا طبعا 90 مش هتعملي حاجه خلاص. فهقدر اشتغل عندها سواء هطلع او انزل، لكن الديفولت الطبيعي بتاعي 1300 واط. لما بروح عند الحراره العكس، الحراره ببدا اول ما ادوس اون ودوس زرار الحراره بيديني اعلى حاجه 240. انا بعد كده انزل زي ما انا عايزه. تمام. واتفقنا انه اقل حراره هستعملها هي ال 120. تمام. والطاقه اقل طاقه 300 طبعا شغاله. مفيش حاجه اسمها طاقه هتحافظ على حراره. خلاص. هو ده كمان الفرق، ان الحراره سنسيتيف شويه، فعشان كده بنحبها قوي في التحمير. برضو في الشوي عشان ما يعني تبقى سهله بالنسبه للناس اللي بتستعمل على طول، برضو هدوس الحراره 180 واقدر ابدا اشوي الحاجه بتاعتي. اتفقنا ان انا لو عايزه اظبط تايمر، التايمر بيديني يا اما اظبط ساعه و59 ثانيه يعني ساعتين، او اظبط 59 دقيقه انا اسفه، او اظبط دقائق بس. فانا عايزه اعرف اظبط مثلا دقائق، اظبط ساعه، هقدر اظبطها هنا. وطالما ظبطتها هنا هو بيفهم عادي انه بعد انتهاء الوقت الماكسيمم ساعتين بالظبط التايمر بالظبط، بتيجي ساعه و60 دقيقه و59 دقيقه بعد ما بيفصل خلاص. انا يعني هو بيقف لوحده مش محتاج اعمل اوف يعني. اوكي. طيب هل في تعليمات للسطح اللي انا هحطه عليه؟ يعني انا هستعمله في المطبخ طبعا. يعني ايه بقى التعليمات اللي يعني احنا بنحطه على مفيش مثلا مفرش، ما بتحطش على مفارش، وبتحط عادي على رخامه عادي جدا، سطح مستوي مش معوج مش مقلقس وسطح عدل عشان ما يحصلوش اي حاجه، وعادي حضرتك ابداي اشتغلي عليه ما فيهوش اي مشكله. هل ينفع احط فوطه تحته؟ لا ما ينفعش احط فوطه، لانه في مروحه تحت لو قلبناه هنا. ايوه. في مراوح تحت وحاجات. احنا مش بنحب عشان الحاجات التبريد تسد. فالفوطه هتسد المروحه فمش هيشتغل معايا. اوكي. طيب في برضو سؤال جالنا انه بعد ما استخدمه فتره ابص الاقي الاندكشن بيفصل، واقفه بقلي مثلا في الوك، بعد فتره ابص الاقي الزيت. ايوه السؤال ده حلو قوي. زي ما قلت لحضرتك قلت حرارته وايه فصل الاندكشن. ايوه السؤال ده جبار. اولا لو انا قليت وبعد فتره، يعني غير اللي انا قلته الاول، انا قلت انا لو انا بسخن وكل شويه يفصل ده هيبقى عيب ان البريزه اساسا اللي في البيت ضعيف. لكن انا اشتغلت قليت مثلا بقلي نص ساعه وبعد كده حسيت انه فصل. اوكي. ليه بقى؟ دي من اكتر عوامل الامان اللي تخلي الزيت بتاعي ما يقدحش، لانه حس ان حراره الووك القاعده بتاعه الووك زادت، بالذات اواني زبط، وحس ان القاعده زادت فبالتالي بدا ايه يفصل حمايه لدرجه حراره الزيت عشان انا ما بقدحش الزيت فيه. ودي ميزه مش هتلاقيها الا في اندكشن سنتر. وهل برضو حمايه للاندكشن نفسه؟ طبعا، لانه حراره زادت هو فصل يعني درجة امان، سواء بقى للاكل او اللي انا بعمله سواء ووك او شواية او بتبقى وللاندكشن. اوكي. طيب لانه حاجة بتحسيها لو حطيتي انية تانية ممكن يشتغل ساعتين ما يفصلش، هو برضو سخن بس التانية بتبقى حماية اكتر. طيب. هل بينتج منه موجات ضاره؟ يعني دايما الواحد لما يسمع موجات خلاص بيحصل كده الناس تنشن. اي حاجه فيها كهرباء فيها موجات كهربائيه، مكنسه، خلاط، اي حاجه، تليفونات الوايرلس. بس هي لما بتبقى مرتبطه مع الاكل بيخافوا شويه. لا ما هو انا مش دعوه بالاكل، انا كل يعني اللي بعمله يعني الربط عند معظم الناس يقول لك لا ما انا اخاف على الاكل بتاعي. لا لا هو كل اللي عايزين نفسر لهم بس انه هو يعني مفيش حاجه ضاره بالنسبه لي. اي حاجه هو مجرد بيطلع الموجات دي بتخش جوه قاعده الحل، وبيطلع طيار بتخش جوه قاعده الحل. خلاص. لكن ماليش دعوه بالاكل وملوش اي علاقه بالاكل اللي جوه. وبعدين زي ما بقول لحضرتك احنا اصلا عايشين جوه موجات كهرومغناطيسيه، التليفونات الوايرلس اكيد طبعا دي مشكله كبيره. واحنا في الخلاط بنقول ان احنا لما بنيجي نضرب بندخل موجات كهرومغناطيسيه جوه الاكل. لا مش كده، اي حاجه كهرباء بتطلع موجات كهرباء. فانت حضرتك محاصره بكميه لا باس بها الكهرومغناطيسيه، فمش هتفرق في الاندكشن. المهم كلها يعني امنه. طبعا بس كده ده هو من يعني كمان من مميزات الاندكشن انه موفر للطاقه.
يعني هقول لحضرتك حاجه، مثلا انا عندي عين كهرباء، يعني عندي بوتاجاز كهرباء بيلتين والاندكشن، انا ما بقتش اطبخ على البيلتين لانه بياخد حراره كبيره. الاندكشن موفر للطاقه لانه اعلى طاقه زي ما اتفقنا 2000 واط. ده يعني حضرتك محطه لمبه كبيره شويه بتشتغلي عليها مده قد ايه كمان، لانه استهلاك الطاقه هو عباره عن كيلو وات اور، يعني ال 2000 واط دي هتقسميها على 1000 تبقى 2 كيلو اضربي في عدد الساعات اللي استخدميها تعرفي استهلاكك للطاقه. احنا حتى لو رحنا لل 2000 واط ما بنروحش اكتر من ثواني اللي هو مجرد الانيه بتسخن فكده حضرتك بترجعي تنزلي بقلل طبعا طبعا او بنقل على التمبريتشر بالظبط. حتى هو يعني حتى لو نقلنا على التمبريتشر هي بس زرار الطاقه بيوضح لك قد ايه استهلاكك يعني لحد ما فبتقدري تقولي انه فعلا ما بستهلكش طاقه. لكن تعالي العين الكهرباء، لا لان الكهرباء حتى لو في عدات وحضرتك شايفاها بتلاقي بتور ما مش بتسكت يعني اكيد. طيب هل في اي اسئله سواء في الميكسي او في الاندكشن احنا يعني تتوارد لذهن العميل او لاي حد؟ والله بقى هم يقولوا لنا يعني انا في انتظار الاسئله. يعني انا دايما بقول ان احنا في انتظار الاسئله يعني عشان نجاوب الويبينار الجاي عن اي منتج من منتجات زبر. لو حد عنده فعلا اي سؤال عن الاندكشن احنا ما غطيناهوش او اي انيه من اوانينا طبعا اكيد احنا في انتظار الاسئله، اكيد هنكون سعداء بتلقي اي سؤال عن منتجات زبتر. يا رب نكون قدرنا نجاوب ونوصل المعلومه. منتظرونا في لقاءات اخرى مع سين وجيم لمنتجات زبتر.